هل سبق وأن فكرت بمشروع وصرفت النظر عنه قبل أن تبدأ به؟ لست وحدك من فعل هذا، فحسب إحصائيات اقتصادية هناك ما يقارب 59% من المشاريع في العالم يحدث معها الأمر ذاته. والسبب أن الشكل التقليدي لأي مشروع يفرض على صاحبه القيام بالعديد من المهام قبل البدء، أولها البحث عن مقر ومن ثم إدخال كافة الخدمات إليه من كهرباء وخطوط هواتف وإنترنت لتأتي مرحلة التأثير، ومن بعدها مرحلة دفع الالتزامات الشهرية من إيجارات وفواتير خدمات وأجور عاملين. وهنا فقط نستطيع القول أن المشروع بدأ. لذا وتوفيراً لكل الطلبات السابقة، أوجدت دراسات الجدوى حاضنات الأعمال، وهي عبارة عن مساحات عمل محجوزة لمكاتب تدير أعمالاً أو أفكاراً تتشارك نفس الخدمات والموارد. يتمكن فيها أصحاب المشاريع من إدارة أعمالهم ضمن مساحتهم الخاصة متمتعين بكامل الاستقلالية. كل ما عليهم اختيار طريقة الدفع المناسبة للإيجار، إما بشكل سنوي أو شهري. عالمياً وخلال العقدين الأخيرين تنامت هذه الشركات وزادت جودة أدائها، حتى صارت تتولى مسؤولية رعاية المشاريع الناشئة إلى أن تكبر وتستقل بمواردها الذاتية، كما أنها تمكنها من العثور على رجال أعمال وشركات كبرى لتبنيها. وهذا النموذج يتم في الدول المتطورة اقتصادياً. أما في اليمن، ما تزال فكرة الحاضنات بحاجة للتطوير، فأدوارها لا تزيد على تقديم مساحات مشتركة بالإضافة لبعض الاستشارات، ولكن فكرة توفير التكاليف عبر التواجد في هذه المساحات سيعطي لبعض المشاريع فرصة لإثبات وجودها واكتساب الخبرة اللازمة بالسوق، والأهم سيحميها من خطر الوفاة قبل أن ترى النور.